Qori, cabang tilawah golongan dewasa, dengan nomor peserta TQ 448 akan membaca surah Al-Qasas, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya, halaman 385. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى
وَاتَّخَذُوا وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.